بسم الله الرحمن الرحيم. أي شخص منك يبغي يشري سيارة أو شاحنة مستعملة مرقمة بالترقيم العادي بالمغرب، كيطرح على راسه عدة تساؤلات، منها مازوط الليسانس، موديل جديد أو قديم. كينسى السؤال اللي يقدر يطيحه في مشكل كبير، اللي هو التعرض أو الحجز على تحويل ملكية السيارة أو الشاحنة. ولتفادي هذا المشكل، قامت كتابة الدولة المكلفة بالنقل واللوجستيك بوضع بوابة إلكترونية للمغاربة للاطلاع المسبق على الوضعية القانونية للسيارة أو الشاحنة المرغوب في شرائها. وفي هذا الفيديو غادي نشرح لكم كيفية الولوج للبوابة بطريقة سهلة ومبسطة، وما تنسوش تدعمونا بلايك وبارتاج لتعم الفائدة، وشكرا.